بعد إعلانها حمل هدنة زواج. من هي عائشة عطية التي أشعلت السوشيال ميديا؟ تصدرت الممثلة التونسية عائشة عطية مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل بعد ساعات من إعلانها عن حملها بالشهر الرابع دون زواج، مؤكدة أن الأمر نتج عن علاقة حب تخلى عنها الطرف الآخر. ونشرت عائشة عطية صورتها وهي حامل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام معلقة: أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل ما تصيرش بعدي. وأضافت عائشة عطية: أنا حبيت راجل وعدني بالزواج وعشنا قصة حب من طرفي أنا وحبلت منه، أما ما شو خلاني ما حبنيش وما نعرش باش يستعرف ببنتي ولا لا، بالقانون أكيد باش أكون أبوها، أما قدام الناس فقدام عائلتي في مجتمع لا يرحم، لا باش يرحمني ولا باش يرحم بنتي. وتابعت عائشة عطية: اللي عملته أنا غلط، أما ما تحكموش علي ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جاف الحرام، كلمة نكررها خاطر أعايروك بها نهار آخر. عائشة عطية هي ممثلة ومغنية تونسية مواليد 1991، اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي ناعورة الهواء. وشاركت عائشة عطية بفيلم أنا عائشة وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت في الفيلم المصري بسلامته 2017 والفيلم الجزائري العربي ابن المهدي. وعرفت عائشة عطية بصورها الجريئة ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها على الإنستغرام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.